الكنيسة الرابعة عشرة أو الرابعة والعشرين. ينضم إلينا في الاستوديو في بث حي مباشر الناشط السياسي والاجتماعي نايف أبو سويس، وأيضا إخلاص كشوع وهي مرشحة في الحزب اليهودي العربي إشراقة أمل أورا شحر، الذي من المتوقع أن يعلن رئيس بلدية حيفا السابق يونا يهب خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي عن تشكيله. مساء الخير لكما. مساء النور. اولا اخ نايف، نبدا بك، خصوصا وتصريح رئيس بلدية الناصرة علي سلام بخصوص اعلانه دعم المرشح نائل زعبي من الليكود، ماذا تقول في هذا الصدد؟ نعم، هذا هو تشخيص مبدئيا ما قلته في نهاية كلامك، هو دعم نائل كشخصية نائل، ولم يدعم الليكود وبيبي نتنياهو، ولم يدعو الجماهير العربية أن تصوت للليكود. ولكن لا يفهم هكذا من يجب أن نضع النقاط على الحروف. علي سلام هو رئيس بلدية وأكبر بلد في إسرائيل، وهو يتحمل مسؤولية كبيرة، وكل كلمة مسؤول عنها. وأعتقد أنه هو نموذج، وطرحه في وخاصة آخر فترة يتلقى كثير من الدعم في المجتمع العربي. باعتقادي هذا كان دعم ربما لنائل، شخصية نائل. أرجو أن تبقى بهذه الحالة ولا أن تنجرف الأصوات العربية اتجاه الليكود، ولا ننسى الليكود وتحديدا بنيامين نتنياهو ما قام به من سن قوانين و ضد المواطنين العرب في إسرائيل. طيب الآن الأخت إخلاص كشوع، طبعا الآن دخلت مجال السياسة، ربما لك رأي في هذا الإعلان. الصراحة أنا مستغربة، علي سلام اليوم دعم نائل، بالأمس هو دعم محمد دراوشة. السؤال هو في بيرجح أي كفة؟ الكفة اللي بترجح أزياد زي ما تفضل الأخ نايف، أنه هو بيرجع بيدعم الأشخاص كأشخاص. يعني تعتبر أنه يعلن عن دعم لك مثلا أو دعم قائمة أخرى؟ الله أعلم. يا كرئيس بلدية هو يريد أن يرضي الجميع ربما. ربما. طيب أريد أن أسألك، أنت أخت إخلاص كشوع، أنت مرشحة من الحزب العربي اليهودي أورها شحر، حتى الآن لم يعلن عن هذا الحزب، هو رئيس بلدية حيفا السابق يوني يهب. أولا في البداية عرفينا على نفسك، من هي إخلاص كشوع؟ خلاص كشوع، أولا أنا زوجة، أم لأربع أولاد، كنا حما، سيدة تربية، ناشطة اجتماعية، خدت عدة مهام ومراكز شغلتها في الفترة الأخيرة، كنت مديرة مركز تأهيل مهني لناس عندهم إعاقة 20% فما فوق لكل منطقة المثلث الجنوبي، شغلت منصب مديرة مركز جماهيري في الطيرة، مركزة مشاريع تطوعية بتدعو للعمل المشترك ما بين العرب واليهود على أساس إن إحنا نجيب قضيتنا ونطرحها. يعني أجيب قصتي قبل 48 وبعد 48 ونشوف كل واحد وين نقطة الالتقاء فيما يخص في صدق القصة العربية الإسرائيلية من الجهتين. فكل ما أنا عملت لقاءات وحاولت أتقرب من الطرف الآخر ونزلت من عنده الحرداء الخوف اللي موجود عنده، هو بيقدر يسمعني وبيقدر يتجاوب معي، ونقدر مع بعض نشبك إيدينا ونجيب مشاريع لبلدنا. سؤال، كيف طبعا كيف تم اختيارك لهذا الحزب؟ من هي الشخصيات التي يضمها الحزب؟ حاليا يرأس الحزب كما قلت يونا يهب، رئيس بلدية حيفا السابق، أمين يعني بتاوي. الأسماء الأخيرة سنقوم بالإعلان عنها في حال تم إقرار نزولنا للانتخابات الأسبوع القادم إن شاء الله. سنقوم بعرض باقي الأسماء والقرارات النهائية اللي بتخص نزولنا للانتخابات أم لا. أخ نايف أبو سويس، طبعا أنت الآن مجال مفتوح أمامك لاستعراض جميع هذه الإعلانات الأحزاب الجديدة. يعني خذ على سبيل المثال حزب يونا يهب، حتى الآن لم يتم الإعلان عن هذا الحزب، هناك حزب معا أيضا، هنالك إلى إمكان أن يصل هذا الحزب وذلك الحزب. أخ شاكر، واضح أنه المشهد السياسي في إسرائيل
في غموض، وخاصة في ما يتعلق بكل الوسط العربي والناخب العربي والأحزاب العربية، وخاصة تخبط 4 أحزاب التي تركب المشتركة. وحتى الآن المواطن البسيط لا يدري ما يجري وماذا يكون في برنامج الانتخابات. هل هم يكملون المسيرة تحت المشتركة وهي إرادة شعب والتي دعمها الشعب بكل ما يملك، وفعلا دعموا المشتركة كوحدة شعب ووصلوا إلى 15 مقعد، أو أن يكون هناك انقسام بين الأحزاب بما يعني الإسلامية وما تبقى من أحزاب، وبعد قليل نجوب هذه الأحزاب وتبقى الجبهة والتغيير والتجمع. باعتقادي الشارع العربي في استياء من أداء أعضاء الكنيسة، من برنامجهم، من عدم التعامل في القضايا الحارقة بصورة معا، وإنما الكل يريد النجومية. الآن إذا سألتني ما هي يعني الساحة الانتخابية، الأحزاب التي تريد أن تخوض المعركة الانتخابية، ذكرت حزب معا. أولا نقولها كل مواطن أن ينتخب وأن ينتخب، هذا حق بديهي، ولكن لابد أن نفحص من كل النواحي. هل باستطاعة حزب جديد مجرد إعلانه أن يتجاوز نسبة الحسم بمعنى 130,000 صوت؟ هذه أمور تتعلق بلوجستيات، بأموال، بترتيب، باتصال مع الناس، وخاصة في فترة جائحة الكورونا لابد ما مش قادرون يوصلوا حدا، فهذه الأمور صعبة جدا. لكن هذا الحراك لم يأتي من فراغ. ولاحظ الأحزاب الأربعة مكونات المشتركة أغلقت أبوابها جميع لمن يريد أن يكون له حراك. وأكثر من ذلك أخي شاكر، المشتركة أصبحت هي الوالي، وأربع أحزاب التي تركب المشتركة وأصبحت حكر على الأحزاب فقط. نسأل السؤال الذي يسأله أبناء شعبنا، لماذا لم تكون هناك شخصيات من خارج الأحزاب، 3 شخصيات من 1 إلى 15 يكونوا شركاء في أخذ القرار، شركاء في العمل؟ هذا ما إذا أردنا أن نحافظ على وجودنا السياسي في الكنيسة، وباعتقادي الكنيسة محفل مهم جدا لخدمة مواطنينا. لذلك يجب على الكل وخاصة الأحزاب أن يهدوا ويلمسوا ما شعور الشارع، وأن يعيدوا الحسابات من جديد، وينطلقوا وننطلق مجددا لننفذ إرادة الشعب، ونعود أكثر من 15 عضو كنيسة. أريد أن أعود بك إلى الفيديو وإعلان رئيس بلدية الناصرة علي سلام دعمه للأخ نائل زعبي مرشح الليكود. طبعا بنيامين نتنياهو أعلن هنالك أنه سيعتمد أو سيحصل على 2 مقعدين من الوسط العربي، يعني هل تعتقد أنه يخطط لمثل هذه الأمور؟ دعنا نشاهد الفيديو مرة لنتأكد. نعم. عارف طبر كلام أني علي سلام روش رياض تنسيرت أني طميخ بناء الزعبي أني مكيرو طمي كروب جم كروب بشبخة، ونحن نطبخ بو شيء بكنيسة عم بيبي ضرب عليك. السؤال الذي يجب أن يسأل في هذا المجال، ما مدى تأثير إعلان رئيس بلدية الناصرة على الجمهور العربي يعني، وهل المقعدين سيحصل عليهم نتنياهو؟ لا شك أن نهج أعضاء المشتركة وأعضاء بعض أعضاء الكنيسة في المشتركة شق الطريق أمام يعني هذا الشرق هو الذي يؤدي لذلك. أخي نحن كلنا نتعامل بالسياسة ونعلم ما يجري في الحلبة السياسية وفي أروقة الكنيسة ومن خلف الكواليس. لا شك أنه التعامل وبعض أعضاء الكنيسة في المشتركة شق الطريق إلى أحزاب يهودية إسرائيلية وربما صهيونية لنيل الأصوات من العرب. وليس بعبث هناك من يفكر عند الأحزاب اليهودية الصهيونية كيف يصل إلى الأصوات العربية، وهم على يقين أن عند العرب بنك من الأصوات. ونقولها للأسف، الصوت العربي والناخب العربي عنده نوع من الرأفة، ممكن يضحك عليه، ممكن يمنع يمنولهم. نحن نقول يجب علينا الآن
أن نعيد حساباتنا ونرد على كل هذه الأحزاب الصهيونية بأن نعيد أوراقنا ونرتب أوراقنا ونجمع أوراقنا وننطلق مجددا نحو خدمة المواطن العربي، ويريدها وحدة شاملة من كل أقطاب السياسة في إسرائيل. لذلك الآن مش على فكرة مش فقط الليكود، شفنا الأخ أيمن أبو ريا مع غيره، وهناك أحزاب يهودية عربية يريدون أن يصلوا للمنتخب العربي، وهناك 5 مقاعد عربية ترجف هنا وهناك، وهذا ما يسلط الضوء عند الأحزاب اليهودية، يريدون نيل الأصوات من العرب. أخ نايف، أحزاب القائمة المشتركة صوتت ضد اتفاقات التطبيع، هل أنتم مع أو ضد هذه الاتفاقات؟ أخي الكريم، يعني تعالوا ننادي الولد باسمه، هذه ليست اتفاقيات سلام، هذه اتفاقيات استراتيجية. نذكر أن دول الخليج ليس لها أي حرب، ولم ما كانتش لها حرب مع إسرائيل، فهذه اتفاقيات سلام، اتفاقيات اقتصادية، الكل يريد أن يفيد منها. ولكن نقول شو الضرر فينا كمواطنين إسرائيل أن نؤيد مثل هذه الخطوة؟ نحن نحب السلام، نريد أن يكون السلام عام وشامل، ومن خلال أيضا إخواننا بالخليج، هذا لا يتضارب مع موقفنا الوطني، موقفنا إلى اتجاه قضيتنا الفلسطينية، ما في تعارض. نعم، الأخت رد، أنا أسألك طبعا، أنت من حزب عيوني يهب، نريد أن أسألك نفس السؤال، يعني عن سياسة الحزب ماذا تعني يعني بالنسبة للعالم العربي؟ التطبيع ماذا تقولين فيه؟ بالنسبة للتطبيع، تعبت نحكي بالأول قبل التطبيع، أنا كامرأة مسلمة عربية فايتة على هذا الحزب، شو أنا بعني لي إذا هم بالنسبة إلي الأجندة اللي إحنا حاطينها؟ إحنا مع قيام أول إشي دولة فلسطينية، الحكومة إذا أجت بدها تدعم قيام دولة فلسطينية إحنا داعمين. بالنسبة للتطبيع، شو يعني قصدك في التطبيع؟ زي ما تفضل الأخ نايف، الاتفاقيات السلام اللي بتنص على تعامل اقتصادي بس ما بين الدولتين، ليش ما الواحد يعمله؟ طب هل برأيك يمكن لحزبكم الجديد أن يجتاز نسبة الحسم؟ على من تعولون؟ يعني هل لكم نصيب في الوسط العربي مثلا؟ خاصة أن هناك أحزاب يهودية عربية أخرى تتنافس الانتخابات، مثل حزب ميرس يأخذ من المواطنين العرب، وحزب محمد دروشي هكذا يامل. نعم، بالنسبة لنسبة الحسم، طبعا بالنسبة لترشحي أيضا مع الحزب إن صح التعبير، لم أخذ هاي التجربة من عبث، كان في هناك توجهات من مئات الأشخاص بالطيرة وخارج الطيرة لدعمي لقيام بمثل هاي الخطوة، ففي هناك فراغ، الفراغ اللي تركته المشتركة في تعاملها أو تعامل الأحزاب اللي جوا المشتركة، تركت فراغ عند الناخب العربي اللي دفعته أنه يدور على بديل. ميرتس في الفترة الأخيرة لما هي قعدت برضو أعطت طعنة الناخب العربي في الانتخابات اللي قبل، لذلك الناخب العربي اللي كان 100% يصوت لميرتس اليوم بفكر 10 مرات قبل ما يروح يودي صوته، فبيدور على بديل. إحنا بنحاول نوجد البديل، الأزمة اللي انخلقت هي أرضية خصبة لوجود أحزاب مثل هيك. حزب عربي يهودي أو يهودي عربي ماشي، ريتشارد اللي هو يهودي عربي، يهودي عربي، الفكرة هاي ما كانتش بالأول. 2، لما أنا بدي أجي أحكي أقول إحنا نشتغل على الاقتصاد، على التعليم، أنا حاطة بالأجندة تاعيتي إني راح أشتغل على العنف اللي المستشري عندنا هنا، العنف والتعليم. خلاص اسمحي لي، كم منتخب يهودي حيصوت للقائمة المشتركة؟ يجب أن تدرك يعني هذه قائمة وهذا حزب موسمي، نقولها بصراحة، بعض الشخصيات اليهودية يريدون أن يصلون إلى أماكن على حساب المصوت العربي. باعتقادي لا مكان في هذا الزمان لهذا الحزب عربي يهودي، بالأصل يجب أن يكون عربي يهودي. يونا يهف كان عضو كنيسة وكان رئيس بلدية، وهو رجل محترم متقدم بالجيل، يعني كان من الأجدر أن يخدم القضايا العربية عندما كان في أماكن في الكنيسة وكانت بلدية، وكذلك بعض الشخصيات
الشخصيات. باعتقادي يجب عليكم إعادة الحسابات ولا نبعثر الأصوات العربية وإن كانت بعض اليهودية عبث. هناك عندنا مشاريع أكثر وأكبر مهم من الكنيسة. يجب أن نفكر بالمستقبل كيف أن نساعد ونقوم بواجبنا الاجتماعي المدني، محاربة العنف والجريمة، الأرض والمسكن، بدون أي علاقة بالكنيسة. أعتقد أن هذا الحزب لن يكتب له حتى نجاح نسبيا. رأيي الشخصي لك سأدلي به لك بعد البرنامج. وماذا تردين عليه؟ ترد عليه. هو قال أنه في شيء احتمالية يعني تجاوز نسبة الحسم، خصوصا أنه 130-140 ألف صوت. عمر بن الخطاب اليوم لو يجي يمكن يعدي، فلذلك هذه نقطة يعني يجب أن نطرحها أستاذ شاكر. هذه أيضا يستغلها الأحزاب الأربعة، ومستحيل يمكن الجبهة تعدي لحالها، لأن مش شايف التجمع ولا التغيير ولا الإسلامية ينفردون لوحدهم وينافسون الانتخابات. نحكي على كم هائل من الأصوات، فلذلك حزب جديد لا يمكن. دعني الفرصة للرأي. تفضلي. أنا بقول إنه الساحة مفتوحة إلى حكينا. بما إنه إحنا جايين على انتخابات وفي حزب جديد راح يقام، وإذا إن شاء الله ربنا أراد الإشي راح نعلن عنه الأسبوع القادم. اللي أنا بقوله أنا بتفق معاه إنه حرام إحنا نهدر الأصوات. أنا مع إنه الأصوات كلياتها تتجمع، لذلك إحنا فاتحين باب التجمعات مع عدة أحزاب. كيف نجمعها؟ نجمع، ما هو لما إحنا ببوتقة واحدة. ببوتقة واحدة لما يكون عندك عدة أحزاب عندها نفس الرؤية ومعنية إنها عن جد ما ترميش الصوت أو ما تهدرش الأصوات اللي موجودة بالساحة، ساعتها هم بيقدروا يتكتفوا تحت اسم واحد. فكل هاي الإمكانيات موجودة ومطروحة. يعني الأسبوع القادم إن شاء الله رح إحنا نعلن عن هذا الإشي، إذا إحنا عن جد رايحين نخوض الانتخابات ولا رايحين نعمل. يعني احتمال نعم احتمال لا. احتمال احتمال لا، زي ما كان نايف ال ما بحكي باسم الحزب. لا ما تدخليش لي كلام. لا انت حكيت الساعة. لا اللي انا بحكيه انه فعلا الصورة غير واضحة، كل يومين ثلاث بين كام حزب جديد. ما على شاهد. كل حال سنتابع الموضوع، ولكن اللي انا السؤال حبيت اقوله لحظه بس اللي انا حبيت اقوله بما اني انا جاي من التربيه والتعليم، انا رايحه طالب يعني فيما اذا عملنا وفتت الكنيست احنا رايحين انا كاخلاص راح احط جل اهتمامي بالتعليم، انه اطالب بالتعليم من 0 ل 16 سنه. 16 سنه يعني الدوله هي مسؤوله عن تعليم عن حضانات الاولاد، الاهل مش لازم يدفعوا مصاري لما يحطوا ابنهم في الحضانه، ولا الاهل لازم يكلكوا يعلموا ابنهم بلقب اول. الدوله لازم هي تعلم، لما الولد يروح يتعلم ويلاقي مصاري للتعليم العنف بخف بشكل غير مباشر. فكثير اشياء احنا بدنا نعملها نرتكز عليها في الاجنده. اخ نايف، يبدو واضحا غياب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن الحملات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية. يتحدثون عن المجتمع، عن العنف، عن المدارس، عن أشياء كلها اجتماعية. لماذا برأيك غاب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟ وإلى أي مدى ساهمت جائحة الكورونا والأزمة الاقتصادية بوضع هذا الملف جانبا؟ سؤالك وجيه جدا وربما يتطلب علينا البحث فيه. بدون أي علاقة بقضية الكورونا، أخي شاكر، لم تعد في إسرائيل قوائم وأحزاب أيديولوجية، وخاصة عند اليهود انتهى. اليوم يتحدثون عن شخص واحد. من يذكر رقم 4 و 5 بالليكود أو بحزب ميريتس أو بحزب فلان فلان؟ وللأسف الشديد نحن العرب مع تفكيرنا حتى الآن لم نخرج من الصندوق ونفكر بأشياء جديدة. لأسألك سؤال، لماذا حزب ميريتس أدخل رقم 4 لم تكن منتمية للحزب وجابها كلاعب تقوية؟ وكثير من الأحزاب فعلت ذلك. لماذا الأحزاب العربية أن تعيد حساباتها وأن تتجه إلى لجنة، ربما لجنة الوفاق أو لجنة أكاديميين مفكرين من أبنائنا من أبناء جلدتنا، ويضعون أمامهم البرنامج، رتبوا لنا القائمة كما ترون، وليس مصالح شخصية وحزبية. لم نرتقي، الأحزاب لم ترتقي إلى التفكير المستقبلي، لم ترتقي، هي متمسكة كل التمسك وحتى بعنفوانية بالمصالح الشخصية والحزبية.
أخي الكريم، كل يوم يهدمون بيوت وبيوت، آلاف البيوت مهددة بالهدم. قضية الأرض والمسكن، قضية العنف والإجرام، قضية التربية والتعليم، هذه قضايا حارقة أقول لك إياها، ربما أهم من مصالح إقليمية. يريدون من المواطن البسيط ابن الرملي أو رهط أو جلجولي أو كفر قاسم أن يدافع عن إيران وقضية القدس. قضية القدس في قلوبنا، والقضية الفلسطينية في قلوبنا وعلى رؤوسنا، ولكن هناك من أجدر من يدافع عنها. نحن نريد أن نرمم بيوتنا القائمة في الرمل واللد ويافا وحيفا وطبرية وإكسال وشفا عمر. نحن لا أنا لا أمن أخرج من بيتي أستاذ شاكر. أنا أريد برنامج كيف أحمي بيتي، أريد برنامج كيف يكون عندي في الشارع أمن وأمان. أنا لا يمكن أن أأمن على ابني في الرملة، أنا بأمنه في تل أبيب في وسط الشارع اليهودي. لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ هناك مسؤولية ملقاة على كل إنسان، بداية من نفسي، من بيتي، من أهل بيتي، ونخرج إلى الأحزاب وكل مسؤولين ورؤساء مجالس بلديات وكل المواقع. هذه مسؤولية كبيرة ملقاة علينا، يجب أن نفكر فيها. دشترونا من الخطابات الرنانة، دشترونا من الخطابات التافهة. حان الأوان أن نعمل ونجد ونتواصل مع كل من يمد يده لنا للتعاون. بيبي فليكن بيبي. أخي الكريم، بيبي رئيس بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل، هو رئيس الحكومة وليس محمد شتيه وزير موتسريتش. كل أعضاء الكنيسة الآن يتطولون علينا بالقومية وبالوطنية، جلسوا مع موتسريتش وجلسوا مع بيبي نتنياهو. أخي الكريم، أنا أريد مطالب على أرض الواقع، أريد تنفيذ برامج. أنا بقول لك إياها، هناك من أعضاء الكنيسة المخضرمين الذين خربوا على أخذ قرارات في الحكومة لكي لا تكتسب لواحد من ثاني. لماذا وصلها بنا هذا الحد أن نعطل عملنا؟ يعني كل منهم يخرج بالتصريح معين، كل يخرج والكل يبحث عن النجومية إلا من رحم ربه، يريد خدمة مجتمعنا. أخي الكريم، أخي شاكر، هناك أمور حارقة. أنت تستطيع أن تتجول في مدينة اللد الساعة 8 بالمغرب؟ أنا بقول لك إياها لا. أنا لا أستطيع أن أتجول في كابول البلد الوادع. وين احنا كقيادي؟ وين برنامجنا؟ وين لجنة المتابعة؟ وين اعضاء الكنيسة ورأس المجلسية؟ وين انا كشخص؟ وين انت كشخص؟ وين هي كأخت؟ احنا في نقطة يعني منحدر قوي جدا. هذه الأسئلة يجب ان تسأل امام السياسيين. طيب، اذا نريد من نسمع منك كلمة أخيرة لتلخيص حديثك معنا اليوم، خصوصا عن الانتخابات ودور المجتمع العربي فيها. اخي الكريم، الكنيسة هي محفل، أحد المحافل لخدمة مجتمعنا، وهي مش مربط فرسنا. هناك كثير جمعيات، هناك مجالس بلدي، هناك كثير أمور، ولكن يجب على من يكون في الكنيسة أن يجيد العمل البرلماني، إن كان في الهيئة العامة وإن كان من خلال اللجان وإن كان من التواصل. أنا أعتقد يجب أن يكون هناك برنامج شمولي لكل الأطراف بدون أي محسوبية على حدا، ونضع برنامجنا ونتقدم. أخي الكريم، إذا لا نعمل كقوة واحدة وكجسم واحد بعيد كل البعد عن هذه البدلة الحزبية والشخصية، يجب لابد أن ننجح ولو بمتر واحد. أخي، نبدأ في بيتنا، في حارتنا، في بلدنا. هذا هو برنامجنا. اهدوا ونذكر اللي بعد 15 عضو كنيست هم أنا وأنت وهي وهو. شكرا لك. نسمع الأخت إخلاص كشوع. طبعا أنت كأم يجب أن توجه رسالتك كأم، خصوصا المجتمع العربي يبحث عن الأمن وعن الطمأنينة. ما هي كلمتك الأخيرة وأنت ترغبين في خوض المعركة السياسية؟ اللي حابة أقوله أني أنا بعرف حالي، وبعرف أني أي مدمار راح أخش أفوت فيه بدرسه قبل ما أفوت فيه، وبعرف أني أنا بطكنه. لذلك أنا بعرف أني إذا فتت على الكنيسة أنا راح أشتغل على هزيمة العنف، السيطرة عليها وحصرها. إذا أنت بدك تقول لي كيف أنا بدي أعمل هذا الإشي، بجيب لك مثال بسيط. بالمينا بيكون في سفن، مظبوط، في عندك منارة هناك. المنارة هي وظيفتها إنها توجه السفينة عشان ما يصيرش اصطدام. أنا وجودي بالكنيسة لازم أوصل صوت الناخب عن خلال صوتي إلى إني أسن قوانين
صوتي لازم يكون مسموع بدون ما أنا ألح، بدون ما أنا أطلب، بدون ما يكون في عنا برامج خاصة تساعد على قيام وتنفيذ مثل هيك مهمات، ما راح نقدر نوصل رسالتنا. فبقول الأخ نايف أبو سويت، شكرا لحضورك للاستوديو. الأخت خلاصة كشوع مرشحة الحزب اليهودي العربي الذي لم يعلن عنه حتى الآن، شكرا لحضورك للاستوديو. أعزائي المشاهدين، نخرج الآن إلى فاصل ثم نعود لمتابعة باقي فقرات البرنامج الإخباري هذا اليوم.